أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفي عناوين هذه الحلقة: في صنعاء أسر تسكن داخل هياكل السيارات القديمة، موقع دولي يتحدث عن لاعب يمني تحول إلى بائع متجول في شوارع إب، ومن أخبارنا المنوعة: مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريع بولاية أمريكية. لا يمكن نسيان أنه في ظل سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء أن المواطنين سكنوا حتى هياكل السيارات التالفة. يعنون المصدر أونلاين: هياكل السيارات مأوى يحتضن مأساة مئات المشردين في صنعاء. ويقول الموقع أن عدد من الأهالي يسكنون وسط هياكل صدئة لحافلات وسيارات تتوزع عشوائيا بالقرب من مصرف للمجاري وسط صنعاء، حيث تكومت أجساد جعلت من تلك الخردة مخدعا لها لتقيها برد ليالي العاصمة التي تهبط فيها درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية. يغادر عبد الله سعيد إحدى هذه الحافلات القديمة عند الساعة 7 صباحا نحو مقر عمله في صندوق النظافة والتحسين، وبعد ساعتين يبدأ طفلاه بالصحو على صوت أبواق السيارات التي تمر بالقرب منهم ومن باقي هياكل السيارات والحافلات التي غطيت زجاجاتها بالطرابيل البلاستيكية. تدب حياة أخرى إذ تتربع أسرة أم مصطفى على 3 سيارات ودورة مياه في أحد المنازل القريبة، ما يجعلها في وضع متميز عن باقي الأسر. وتسببت الحرب في اليمن بانهيار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وجعلت الآلاف من اليمنيين بلا مأوى، حيث ينامون على أرصفة الشوارع والطرقات، كما فاقمت حركة النزوح إلى العاصمة صنعاء عدد المشردين الذين يتخذون حيطان مباني المؤسسات الحكومية مخدعا لنومهم. اليمن على وشك الحياة، ترنيمات أممية تحت سقف الكارثة. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الإله مقاله في القدس العرب: قاموس الحرب في اليمن غني بمفردات تخلو من دلالاتها الحقيقية، ولا عجب في ذلك، لكن ما تزودت به الإحاطات الأممية وتقارير المنظمات الإنسانية بصورة متكررة منذ سنة أولى حرب هي كلمة على وشك. كل شيء في ذلك البلد ما يزال على وشك الانهيار حتى بعد أن انهار وأنجز، وعلى وشك المجاعة حتى بعد أن جاع ونضب جسده وجف ومات. لقد استنفدت الجهات المتحاربة بشاعتها وقدمت لبلادها بدعم دول الإقليم المتصارعة كل أنواع الكوارث، فالموت وحده بصوره المتعددة ليس سوى ركن من أركان المأساة. فهل يدرك العالم أن تقديم إطار نمطي للمفاوضات أو المشاورات ليس سوى إنجاز بيروقراطي لموظف الأمم المتحدة في مهام تكميلية تتوافق مع استرخاء السلطة الشرعية المترفة بالوظائف الدسمة وبرستيج دول البترول، وكذلك مع استماتة أنصار الله في الحفاظ على حقهم المقدس في الحكم والجباية، ليكتمل مسرح المأساة في عرض كامل لأدوار المتبضعين من بازارات الموت؟ لماذا يتلكأ العالم في تقديم حلول حقيقية ومستدامة وبصورة جادة بينما يعيش اليمن بشهادتهم أكبر كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، حيث لم يعد هناك برزخ رمادي أو أسود يفصله عما هو أبعد من ذلك، لأنه لا يوجد في موسوعة الحروب وصف لما هو أكبر من أكبر كارثة حتى في سياق الرطانة الأممية أو برطمة التحالف العربي؟ فلا يمكن لأي حلقة في مسلسل المفاوضات المتقطعة أن تصنع نهاية للحرب إذا لم تكن هناك إرادة إقليمية ودولية لتقديم حلول شاملة غير منقوصة وضمانات جادة لإنجاحها. عندها يمكن القول بأن اليمن شماله وجنوبه أصبح على وشك الحياة. طريقة جديدة تتعامل بها ميليشيا الحوثي مع منازل المواطنين في عدد من المناطق التي تعتقد أنها ستفقدها، فمن تفجيرها ونهبها إلى ما ذهبت إليه في الحقب، حيث يعنون موقع المشاهد نت: الحوثيون يحرقون منازل المواطنين في الحقب،
ويقول إن قرية الحقب جنوب مديرية دمت في الضالع شهدت عمليات نهب واسعة لمنازل المواطنين نفذها مسلحو جماعة الحوثي عقب نزوح سكانها بشكل جماعي جراء القصف المدفعي المكثف على منازل المواطنين. محمد الحقب أحد سكان القرية المنكوبة يقول للمشاهد نت إنه عاد برفقة بعض أقاربه لتفقد منازلهم عقب شهر ونصف من النزوح في القرى المجاورة، ليجدوا غالبية المنازل قد خلعت أبوابها وأفرغت من المقتنيات الثمينة والأثاث. وأوضح بأن الحوثيين قاموا بإحراق 3 منازل تتبع أسرة المواطن قائد صالح عبدالله الحقب وشقيقه ناصر. وكانت منظمة سام للحقوق والحريات قد حذرت من جرائم حرب يرتكبها الحوثيون بحق أبناء قرية الحقب، مؤكدة سقوط 10 أشخاص وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، فضلا عن هدم 8 منازل ونزوح ما يزيد عن 1000 نسمة من سكان القرية إلى القرى المجاورة. رسائل أوباما وأوهام ترامب، تحت هذا العنوان كتب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتن مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. متى كانت آخر مرة جلست فيها لتسطر خطابا؟ لا أعني هنا رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية، كما لا أقصد رسالة موجهة لآلة أو مساعد شخصي، كلا، بل أعني خطابا تقليديا من ذلك النوع القديم الذي يفتته بعبارات مثل عزيزي دونالد ترامب أو عزيزتي هيلاري. مناسبة سؤالي هي أن نحو 65,000 شخص كانوا يكتبون بالفعل خطابات من هذا النوع لباراك أوباما كل أسبوع حينما كان رئيسا للولايات المتحدة. هل كان هذا الروتين الليلي مضيعة لوقت أقوى رئيس في العالم؟ لكنني أظن أنه أدرك قيمة الحفاظ على لقاء يومي مع الناخبين. كان هذا الطقس بمثابة حل جزئي لمشكلة جذرية يواجهها كل القادة السياسيين، وهي البقاء على صلة بالعالم الحقيقي. لو نظرنا الآن إلى حال دونالد ترامب لوجدنا أنه محاط بأناس يخبرونه بأن العالم على الصورة التي يعتقد أنه عليها حقا، لا كما هو في الواقع. ثمة مشكلة أخرى، وهي أنه كلما طالب قول القادة في السلطة قل تقبلهم للانتقاد وإخبارهم بأنهم على خطأ، حيث يعمل طول العمر السياسي على توليد المداهنة والتملق. وقد شاهدت هذا بنفسي مع رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، التي كانت تقرأ التقارير الموجزة عن السياسات وتحيط بخبايا معظم القضايا. وقد بلغت تاتشر أوج نجاحها عندما كانت تسمح بالاعتراض على حدسها وقراءتها للأمور، ولكن مع تطاول عهدها بالسلطة تنام لديها شعور بالتسليم بأنها تعرف أفضل من الجميع. في النهاية تسببت هذه العزلة المعرفية في طي صفحتها إلى الأبد، وعلى الرغم مما كانت تتمتع به من إحاطة قوية بالقضايا المتعلقة بمستوى المعيشة، فقد أخفقت في إدراك أثر فرض ضريبة جديدة عن كل رأس على ميزانية الأسر، وكان هذا ما أسقطها في النهاية. وليس الجدال المتغطرس بشأن مكانة بريطانيا في أوروبا كما يشار غالباً. يعيش اليمنيون كل يوم وسط التفجير الذي قتل أحبابهم وجيرانهم وأصدقائهم وفجر منازلهم وأنهى أعمالهم وموارد رزقهم، لكنهم أيضا يستمرون في حياتهم، فهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية ويبثون المظالم اليومية ويفعلون الأشياء البشرية الأخرى التي يفعلها الأشخاص. يتضمن ذلك كرة القدم الأكثر شعبية في البلاد كما يقول موقع دياد سبين، والذي أضاف: لا يزال الفريق الوطني يقاتل بطريقة ما في حملات التصفيات ويشارك في الأحداث الدولية على السطح. تبدو كرة القدم اليمنية سالمة بشكل ملحوظ بالنسبة إلى كل شيء آخر في البلاد، ولكن هي ليست كذلك. يقول حسين غازي اللاعب الدولي في اليمن والذي لعب مع العديد من الأندية: لقد أثرت الظروف السائدة في البلاد سلبا على تقدمنا الرياضي إلى أقصى حد، خاصة مع تعليق الدوري خلال المواسم 3 الماضية، وقد أثر ذلك على اللاعبين بشكل عام. يضيف التقرير الذي ترجمه الموقع بوست: اضطر كل لاعبي المنتخب اليمني السابقين تقريبا إلى ممارسة مهن أخرى لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، سواء عن طريق قيادة الحافلات أو سيارات الأجرة والدراجات النارية أو العمل في محلات السوبر ماركت والبقالة. ويورد التقرير نماذج لمصير اللاعبين. اللاعب سليمان حزام يطبخ ويبيع البطاطا المقلية في شوارع محافظة إب من أجل تغطية نفقاته، أما آخرون مثل شكري الضاحية وحارس اليمن الدولي محمد عياش قد كان محظوظا بما يكفي،
للحصول على منصب حكومي. ويؤكد الموقع الدولي أن الاستهداف المتعمد للصحفيين والشخصيات الرياضية من قبل قوات الحوثي قاد كثيرين للفرار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ومع ذلك، على الرغم من الحرب وعدم وجود نهاية معقولة في الأفق، وفي غياب اللاعبين للاعب والصحفيين للكتابة عن ذلك، وعلى الرغم من تفكك الدوري المؤقت لكرة القدم التي تبدو دائمة أكثر من أي وقت مضى بطريقة ما، لا تزال كرة القدم على قيد الحياة في اليمن. الفريق الوطني تحت إشرافه مديره المولود في أثيوبيا إبراهام ميبارتو حقق إنجازا لا يمكن تصوره من خلال التأهل إلى بطولة كأس آسيا العام القادم. كانت هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها اليمن هذا الإنجاز تحت العلم الموحد منذ مشاركة جنوب اليمن، المشاركة الوحيدة في عام 1976. في إحدى حفلات ليلة الحناء التي أقيمت في مركز التراث اليمني بمدينة رشها عين الإسرائيلية، ارتدت العروس ثلاثة أثواب، وكان كل ثوب منها يمثل مدينة أو منطقة يمنية. بالرغم من أن العروسين ترعرعا في إسرائيل، فإن الاحتفاء بإرثهما اليمني كان شيئا مهما لهما. ويعلق العربي بوست: ليلة الحناء والفخر بالتقاليد والجذور، يهود إسرائيل يحيون إرثهم اليمني. قالت العروس ميراف يهود البالغة من العمر 24 عام لنيويورك تايمز الأمريكية: إنني يمنية من ناحية الأب والأم، وإنه احتفال بزواجي، وهذه هي جذوري. يقول الموقع إن احتفالات ليلة الحناء خلال العقود القليلة الماضية حظيت بشعبية في إسرائيل بين مجتمع اليهود اليمنيين، نظرا لأنها كانت تعبير عن الفخر بإرثهم وتقاليدهم التي جاءوا بها من اليمن. يقول الموقع أيضا إن هناك ثقافة ومجتمع يعاد تشكيلهما مرة أخرى حول الجوانب التراثية التي تتضمن ملابس العريس والعروس التي تكون نادرة ومكلفة، إذ أن الفساتين المطرزة بالمجوهرات يبدأ سعرها من 14,000 دولار. كان تقليد الاحتفال بليلة الحناء شائعا في المجتمع اليمني، وكان يتشارك في هذا التقليد المسلمون واليهود. في عام 1949 نقل اليهود من جميع أنحاء اليمن جوا إلى إسرائيل ضمن جهود استمرت لمدة عام. وعن طرق الاحتفال بالعرس في إسرائيل بالطريقة اليمنية، يقول نيويورك تايمز: يحاط العروسان بفريق من الفنانين الذين زينوا قاعة الاحتفالات برموز تعود إلى اليمن، رموز قديمة، والذين يرتدون أيضا أزياء تذكرهم بالملابس اليمنية، بل أنهم يضعون سوالف مستعارة، وهي أحد المظاهر التي كانت مميزة لدى اليهود اليمنيين من الرجال. مأساة المهاجرين تحت هذا العنوان كتب علي قباجة مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وأضاف في جزء منه: لا تزال أزمة الهجرة واسعة النطاق على أوروبا وأمريكا الشمالية تشكل مصدر قلق لدول القارتين التي أعلنت صراحة أن اللاجئين يشكلون عبئا كبيرا عليها. ومع صعود الشعبوية واليمين المتطرف في دول أوروبية عدة، وتبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا معاديا للاجئين، فإن المهاجرين الذين وصلوا هذه البلاد يعيشون في جحيم مطبق، ويتعرضون لأخطار عدة وشتى صنوف الممارسات العنصرية السلبية. البحر والصحراء أصبح مقبرة لآلاف الفقراء والمعوزين الهاربين من جحيم الظلم الذي يتعرضون له في بلدانهم، حتى وصل الأمر إلى هجرة جزء كبير من شعب دولة في أمريكا الجنوبية بشكل جماعي متوجها إلى الولايات المتحدة، هربا من انعدام العدالة والأمن وانتشار العصابات والمافيات، رغم أن ما سيواجهه الهاربون هو آلاف الجنود المدججين الذين أمرهم ترامب بالتصدي لكل من يحاول اجتياز الحدود، كما أوعز بعدم السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية. كما أن الآلاف من شعوب بلدان شمال أفريقيا ووسطها يتجهون عبر الصحراء ومن ثم البحر للبحث عن النعيم الموعود الذي يظنون أنه متواجد في أوروبا، ولأجل ذلك يسحقون تحت جشع المهربين من جهة، ودول المهجر التي أضحت تجرعهم الهوان من جهة أخرى. وبين حكومات اتخذت مواقف سلبية تجاه من يهرب أملا بحياة كريمة، وعصابات تهريب ملأ الجشع قلبها وأضحت تضحي بالعشرات لأجل حفنة دولارات، وقع المهاجرون في المجهول. فإن لم يقتلوا من اللصوص وقطاع الطرق تلقفهم البحر،
وأصبحوا طعاما للأسماك، وإن نجوا فإن دول المهجر لا تستقبلهم بالورود، بل إنها تلفظهم وتنبذهم، وأحيانا كثيرة ترفض استقبالهم أو تطردهم. حول الوضع في الحديدة تتساءل صحيفة العربية الجديد وتقول في عنوان بارز: ميناء الحديدة هل يؤول هذه المرة إلى الأمم المتحدة؟ وتقول إن إعلان مارتن جريفيث يوم الجمعة الماضي عن اتفاق مع الحوثيين بالشروع في مفاوضات تسمح للمنظمة الدولية بدور رئيس في إدارة ميناء الحديدة يثير مجموعة جديدة من التساؤلات حول مصير المعركة المحورية سياسيا وعسكريا منذ نحو عام، والتي ألقى خلالها كل من الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي بثقلهم العسكري والسياسي في محاولة لحسمها، إلا أن الموقف الدولي لا يزال الأقوى حتى اليوم على الأقل بفرض هدنة في المرحلة الحرجة منذ أقل من أسبوعين. كان جريفيث قد أعلن خلال زيارته للحديدة يوم الجمعة الماضية أنه اتفق مع الحوثيين في صنعاء على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيس في ميناء الحديدة. في المقابل أفادت مصادر سياسية قريبة من الحكومة الشرعية للعرب الجديد بأنه كما بلغ الجانب الحكومي من قبل دبلوماسيين دوليين فإن عرض الحوثيين فيما يتعلق بميناء الحديدة لم يعد محصورا في الرقابة والإشراف الأمميين، بل أصبح يشمل الانسحاب من مدينة الحديدة وليس الميناء فقط، خصوصا عقب التقدم الذي حققته القوات الحكومية. في الأخبار المنوعة المنتشرة اليوم ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط: مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريعة في ولاية يوتا الأمريكية. وقال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريعة، ثم هبطا بها في مطار محلي قبل القبض عليهما. يقول مكتب قائد شرطة مقاطعة توينتا في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 عاما و15 عاما سرقا طائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسون الصغيرة في شمال شرق يوتا. وأضافت الصحيفة: ألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة، ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما. مجموعة من الصور نطالعها في الجارديا البريطانية وهي تظهر جانب من الحياة في البلد المغلق كوريا الشمالية والتي بدأت تنفتح على العالم لكن ببطء. نتابع الصور. تأسس الكاريكاتير حين شعر أصحاب الرأي بالخوف عن الإفصاح عن آرائهم وأظهروه عبر الرسم، ومع الوقت تحول الأمر إلى فن قائم بذاته. نتابع بعض من رسوم الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة في الغد. حلقة جديدة في أمان الله.